عجلة. اليوم حضرت لطيفة رأفلس أولا كمواطنة مغربية كمشتكية وتنصبت كمطالبة بالحق المدني من بعد ما تم الإساءة إليها من خلال محاولة الابتزاز ديالها ومحاولة النصب عليها ومحاولة التنمر بها، ماشي غير محاولات، وصلوا للتنمر ووصلوا للتشهير بها ووصلوا للابتزاز ديالها، وذلك من طرف واحد العصابة إجرامية اللي كما كتعلمون واليوم موضوع توقيف من طرف القضاء الإيطالي بناء على مذكرة البحث الدولية اللي اصدرها القضاء المغربي واللي بينات التحريات والأبحاث من خلال الشكاية اللي تقدمنا بها لا في الرباط ولا في الدار البيضاء ولا عند السيد قاضي التحقيق، أن هنالك شبكة في الداخل وفي الخارج اللي تكلبت على هذه السيدة وأرادت الإساءة بها وأرادت أن توظفها في المس بمسؤولين وبإدارات سيادية، ولكن لطيفة رأفت كما عهدها المغاربة كانت شامخة كجبال الأطلس، كانت شامخة كفنها الذي لا يتقدم، كانت شامخة بقيمها الوطنية، وفضلت على أنها يتم الإساءة إليها ولا تسيء للمؤسسات بلادها. وبطبيعة الحال جاءت الدفاع ديالها اللي هو هذا العبد الضعيف الأستاذ زهراش، واللي قدمنا شكاية للنيابة العامة في الرباط في الدار البيضاء، واللي السادة وكلاء العامين وكيل الملك بالرباط قاموا بإعطاء التعليمات للأمن لا على صعيد ولاية الرباط ولا على صعيد الدار البيضاء ولا على صعيد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اللي بغيت نشكرهم جميعا. يقدر يقول لك شي إنسان علاش كتشكرهم على المهام ديالهم، ولكن غنبغي نشكرهم ونكونوا معتزين بما قاموا به من أعمال في ظرف قياسي، وتم ضبط صاحب الرسائل النصية والذي كان يهددها، ماشي الضبط وانا داعي لديك الاسم باش ما نتاحوش في التشهير. هو كان يدعي على انه او كان يقدم اليها على اساس هو اللي غيتفاوض معها ويسلم منها المبالغ اللي مطلوبه في الابتزاز من على اساس انه ضابط في المخابرات العامه المغربيه او الخارجيه، فاذا به طلع ما عنده علاقه بهذا. دابا تبان الوظيفه ديالو لما ينتهي السيد قاضي التحقيق من التحقيق وغادي يتحال على الغرفة ديال الجنايات، ديك الساعة الرأي العام الوطني غادي يعرف سميتو. ولا كنتي كتعرف انت هذاك، يعني ما انا ما ندخلش في الامور ديالكم، ولكن انا عندي ملزم مقيد بالمسائل اللي هي ديال التحقيق واليمين وسرية التحقيق، ولكن الامور العامة في اطار ابلاغكم بالمعلومة وتقاسمها مع الرأي العام ما كيمنعش. ولذلك كان بزاف الناس كيتسائلوا على شنو سبب حضورها، واش عنده علاقة بالملف الاول. هي عنده علاقة بالملف الأول، ماشي من زاوية أنها هي حيت استدعاها القضاء بدلت بإفادة، ومن ديك الإفادة ما عجبتش مجموعة الناس تم الضغط عليها بهذه القضية، وخاصة من طرف هذاك الشخص ديال إيطاليا اللي كان تيقدم راسو للرأي العام والوطني والدولي على أنه إنسان معارض وإنسان تيحارب الفساد وإنسان قديس وإنسان ما بحالو حد، قريب يولي كاع نبي، فإذا بيطلع مبتز وطلب ليها الملايين ديال الدراهم، وطلب ان هذا السيد هذا اللي مقبوط هو اللي يجيب منها ذاك المبلغ الى ما بغاتش باش يتنشر ليها الفيديو ديالها مع رجلها وهي في واحد الوضعيه ماشي هي هذيك. وكنتمنى كذلك من القضاء الايطالي بما معروف فيه من جديه وكذا انه يعمل على تنفيذ القرار ديال التسليم ديال دريس فرحان، لانه يعني غادي يكون يعني التسليم ديالو وتقديمه للعداله مفاجآت كبرى وكثيره اللي غادي توضح حد لهذه المزايدات لا على البلاد ولا على العباد. هي تهم كثيره كتعلق بالناس بالابتزاز، كاين مشتكين اخرين غير احنا في مواضيع اخرى يصعب عليا نقولها، حفاظا على قرينه البراءه المتهم وحفاظا على عدم الخوض في مساله ديال التشهير. لا كاينه جنايه الاتجار في البشر كاينه، وهذه من المطالب. انا السيد الوكيل العام للملك مشكور لدى هذه المحكمه دار مطالبه كتعلق بالعديد من التهم اللي هي منصوص عليها في القانون الجنائي، واللي كلها مع يعني بكل تواضع وبكل صدق ثابته من خلال داك الشيء اللي طالعنا عليه في الملف الى حد الان.
ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.